تعالوا كمان نطمن على مستجدات عالم الرياضه والصحافه الرياضيه. تعالوا نروح على مقر جريده البوابه نيوز، موجوده هناك زميلتنا العزيزه مريم سميحه عشان تقول لنا ايه اخر المستجدات واهم المانشيتات. صباح الفل عليكي، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوند وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر بوابة نيوز، وطبعا بدايتنا مع منتخبنا الوطني. وأول عنوان معانا النهاردة من موقع يلا كورة: المنتخب يعلن إراحة صلاح ومصطفى محمد واستبعاد فتوح من مباراة ليبيريا. طبعا قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد وعدم مشاركتهم في مباراة ليبيريا الودية، والمقرر لها طبعا غدا الموافق 27 من سبتمبر الجاري. ده طبعا بعد مشاركة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في ودية النيجر. طبعا يعني قرر أيضا الجهاز الفني منح أحمد فتوح راحة بسبب ألام في العضلة الخلفية وصعوبة طبعا لحاقه بمباراة غدا. الثنائي طبعا محمد صلاح ومصطفى محمد وأيضا أحمد فتوح يمكن غدروا معسكر المنتخب مساء أمس الأحد، وسيتم الاكتفاء باللاعبين الموجودين في القائمة في ظل اختيار طبعا قائمة تضم 24 لاعب وثلاث حراس مرمى. وطبعا يعني زي ما احنا تابعنا انه فاز المنتخب الوطني على النيجر بثلاثة اهداف، يمكن سجل محمد صلاح هدفين ومصطفى محمد هدف. من جريدة الأخبار: المنتخب الأولمبي واجه بنين مجددا اليوم. يخوض طبعا المنتخب الوطني الأولمبي النهاردة الودية الثانية أمام بنين، ده طبعا على ملعب حرس الحدود ضمن استعدادات المنتخب لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وكان المنتخب طبعا قد تعادل مع بنين في الودية الأولى تعادل سلبي 0-0. وطبعا زي ما احنا ذكرنا امبارح في جولتنا الصحفية انه يعني يمكن الجهاز الفني الخاص المنتخب الأولمبي يمكن كان وجه اللاعبين بفكرة غلق صفحة التعادل السلبي مع بنين والتركيز في مباراة اليوم بشكل كبير جدا علشان يتم تعويض هذه النتيجة أو فكرة التعادل السلبي مع بنين. وطبعا يعني تضم قائمة المنتخب الأولمبي 28 لاعب، وبيضم الجهاز المعاون مع ميكالي كل من محمود حرب المدير الإداري وتياجو كونيا المدرب العام ووائل رياض المدرب المساعد وطبعا عصام الحضري مدرب حراس المرمى وطارق سليمان أو دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي. ثالث عناويننا النهارده في هذه الجوله من موقع البوابه سبورت: منتخب الشباب يفوز على الكويت بثلاثيه وديا. طبعا فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على منتخب الكويت بثلاثه اهداف مقابل هدف في المباراه الوديه التي اقيمت مساء امس الاحد. وطبعا حرص اعضاء مجلس الاداره حلمي مشهور ومحمد بركات وعامر حسين ومحمد ابو الوفا على حضور المباراه ده طبعا على او بسبب مسانده طبعا المنتخب، لان هم دايما بيكونوا حريصين ان هم يكونوا موجودين علشان يساندوا المنتخب ويمكن بيدعموهم بعدد من الكلمات يعني التشجيعيه بفكره انه مواليد 2003 اكيد هيحققوا نتيجه كويسه جدا في هذه البطوله او في هذه التصفيات. وطبعا تواجد الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده ميكالي على المدرجات ده طبعا من اجل متابعه اللقاء. وبيستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كاس الامم الافريقيه للشباب واللي بتستضيفها طبعا مصر في شهر فبراير من العام المقبل. أخيرا من موقع كورة: هانيا الحمامي تتوج ببطولة مصر الدولية للسكواش. طبعا توجت هانيا الحمامي نجمة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا بلقب بطولة مصر الدولية للسكواش واللي بتقام طبعا في الملعب الزجاجي أمام الأهرامات. طبعا يعني يمكن هانيا الحمامي حققت نتائج كبيرة جدا في هذه البطولة ويمكن بمجموع جوائز بيبلغ 600,000 دولار أمريكي. وتوجت هانيا بلقب البطولة بعد فوزها على نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 3-1 في مباراة يمكن استغرقت 87 دقيقة. واستهلت هانيا طبعا مشوارها في البطولة بالفوز على لعبة هونغ كونغ توماتو هو بثلاثة أشواط نظيفة، ثم تغلبت على البلجيكية نالي جالس بنتيجة 3-1. وفي ربع النهائي فازت على الأمريكية أوليفيا فيتشر بثلاثة أشواط مقابل شوط، ثم فازت في نصف النهائي على مواطنتها طبعا نور الشربيني بنتيجة 3-1. طبعا دي كانت جميع العناوين الصادرة صباح اليوم الاثنين في جولتنا الصحفية في 10 الصبح في الأهلي. بشكركم جدا، عودة ليكم مرة أخرى. تغطية وافية وكافية كالعادة، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح.